ازيكم يا جماعة، معاكم اسلام حسن وحلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة. طب انا مش هقول حاجة، مش هقول حاجة. اشترك في القناة الاول وفعل زر التنبيهات ويلا بينا. اشتركت ولا لسه؟ طب لو ما اشتركتش اشترك وفعل زر التنبيهات واعمل كمان بقى لايك للفيديو، عقابا ليك عشان انت ما اشتركتش. مباراة الاهلي وانبي في الدوري الممتاز في الاسبوع اللي انا مش عارف هو كام انتهت بفوز الاهلي 2-0 بهدفي حسين الشحات في الدقيقة 3 ومروان محسن في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضايع. فوز مهم جدا للنادي الاهلي في صراعه على لقب الدوري مع نادي الزمالك. الاهلي بدأ كالمعتاد بخطة 4-3-3، نفس التشكيل بتاع مباراة سموحة، محمد شناوي في حراسة المرمى، على اليمين احمد فتحي، على الشمال علي معلول، اتنين مساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، قدامهم ثلاثي في نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، صالح جمعه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال رمضان صبحي، ومهاجم وحيد وليد ازارو. الاهلي بدا من البدايه جول في الدقيقه 3، كوره ملعوبه طويله من احمد فتحي من ناحيه اليمين، حلوه جدا لان الرؤيه، لان احمد فتحي شاف حسين الشحات ورمضان صبحي وهم رايحين شبه منفردين من الجبهه اليمين. رمضان صبحي طبعا التصوير المصري الله عليه ما كانش مبين اذا كان هو اوفسايد ولا مش اوفسايد، بس من واضح ان هو نفسه كان شاكك ان هو اوفسايد. راح شتت رامي صبري على راي حاتم بطيشه كان بيعلق على الماتش، بصراحه بيعجبني قوي، اتطور كتير قوي الفتره دي، قال ان هو يعتبر اسيست اعتباري لان هو خد معاه رامي صبري ووقف راح مثبته معاه، راح حسين الشحات خد الكوره. يعني الجول ده يتقسم لثلاث مراحل، اول حاجه الكوره الطويله والرؤيه من احمد فتحي، تاني حاجه الاسيست الاعتباري اللي احنا بنقول عليه بتاع رمضان صبحي، تالت حاجه كتمه الكوره بتاعت حسين الشحات كانت حلوه قوي لما كتمها بوش رجله في الارض كده راحت ما بين رجل البلعوطي اللي عمل مباراه حلوه جدا وجاب الجول الاول. بعد كده استمر الهجوم من النادي الاهلي، بس انبي كانت عنده مشكله تباعد الخطوط بشكل رهيب، كان في مساحات كبيره جدا ما بين خط دفاعه وخط النص وما بين خط النص والهجوم. هو كان بيلعب 4 4 2 بس مش على مستوى علي ماهر لما بيجي يلعب الاهلي، لا علي ماهر بيجي يلعب الاهلي على طول بيقفل وبيعمل زون وبيتكتل في نص ملعبه على امل ان هو يخطف. اكبر مثال كان مباراه الاسيوطي السنه اللي فاتت لما خرج الاهلي من الكاس، كان تقريبا شبه 90 دقيقه بيدافع بس. لا في المباراه دي فرقه الشوط الاول كانت فاضيه خالص، مساحات بالهبل على الجناب، يعني انا مستغرب ازاي الاهلي ما قدرش يستغل الشوط الاول ده ويحرز فيه اكتر من هدف. كان في مساحات كتير جدا ناحيه اليمين ومساحات كتير جدا ناحيه الشمال، كان العنصر الوحيد في النادي الاهلي اللي كان بيقدر يحرك الاطراف هو رمضان صبحي. رمضان صبحي لما كان بيروح ناحيه الشمال جبهه الشمال بتتحرك، لما كان يجي ناحيه اليمين جبهه اليمين بيتحرك. صالح جمعه كان المفروض يلاحظ الجاب الكبير او المساحه الكبيره اللي ما بين خط الدفاع بتاع انبي وبين خط النص، الحته دي كان المفروض هو بيسقط فيها، وباين قوي تاثير حمدي فتحي لما انتقل من انبي، كان محتاجين واحد يغطي المركز ده، اللاعب رقم 6 اللي بيكون موجود في المساحه دي او بيقدر يغطي المساحه دي، ما كانش في حد في انبي بيلعب الدور ده، فكان في مساحه كبيره موجوده قوي لو صالح جمعه كان موجود فيها كان يقدر يلعب بشكل كبير او يوزع عليها، بيعمل سرهات يخترق بيها من العمق، كل ده ما كانش موجود الشوط الاول. حتى صالح جمعه المباراه دي كان بيلعب على الواقف قوي، فالمساحات كانت كبيره على الاجناب بس الاهلي ما قدرش يستغلها. الشوط الثاني الوضع اتغير تماما، انبي بدا يبقى متماسك والاهلي، يعني الاهلي اقول لكم على حاجه، الاهلي بيخلص الاربع ماتشات اللي عليه وعايز يكسب الدوري وخلاص. يعني طبعا انا عارف ان السبب بقى الارهاق وختام موسم والكلام ده كله، ممكن يكون كلامي بيختلف على فكره عن تحليلي لماتشات اوروبا، بس الظروف بتختلف والمناخ بيختلف والامكانيات بتختلف وكواليتي اللعيبه بتختلف ونظام الدوري بيختلف والبلد بتختلف، فلا لما اقول لك ان هي بدايه نهايه الدوري واللعيبه عايزه تخلص الدوري والارهاق وده كله، كلام زي ده مقبول في مصر، في اوروبا لا مش مقبول طبعا. فلعيبه الاهلي عايزه تخلص الدوري، يعني بيلعبوا الماتش بماتشه والهدف منه وخلاص. يعني الشوط الثاني الاهلي انكمش تماما في نص ملعبه، بدات انبي هي اللي تهاجم، وان كان هجوم غير مجدي، كان يعني تقريبا مفيش تسديده على مرمى محمد شناوي، كانت كلها هجمات فرديه، احمد رفعت شويه، علي فوزي شويه، احمد شكري ما ظهرش خالص، احمد عبد العزيز ظهر بشكل كويس الشوط الثاني، بس كان بدون جدوى لغايه ما الاهلي قدر في نهايه الشوط الثاني في اخر 5 دقائق بالذات قدر يسيطر مره ثانيه مع التبديلات، مع نزول جيرالدو اللي انا مش شايف ان هو الصفقه الواو على فكره، انا كنت معتقد ان جيرالدو ده بيطلع نار من بقه، يعني مفيش الكلام ده. مروان محسن لما نزل قدر يلعب كوره حلوه قوي، بليسنج كده في البعيده، الجول الثاني في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل ضايع، فوز مهم جدا، اعتلى صداره الدوري او ما زال على صداره الدوري ب 73 نقطه، بيقرب خطوه من بطوله الدوري. يعني خلينا نشوف بعد كده ايه اللي هيجرى، خلينا نشوف مع ختام الدوري ايه اللي هيجرى، خلينا نشوف مع الاهلي لو فعلا خد الدوري هل لاسارتي هيكمل ولا لا.
واضح بالشكل ده ان هما بيسيروا الامور زي ما قلنا لحد ما الدوري يخلص، وهيكون في كلام تاني بعد كده. وفي النهاية زي ما قلت لكم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الدمبهات ويعمل لايك للفيديو عشان احبكم بقى، وابدا انزل لكم بالتقيل بعد كده. كان معكم اسلام حسن، واشوفكم في حلقات جديدة، مع الف سلامة.